بقينا من الصحابة فمن بعدهم؟ قال وإتيان البهائم كحكم الزنا، كحكم الزنا. فهذا الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى، وهذا الذي جنح إليه عدد من أهل العلم، جنح إليه عدد من أهل العلم. والنبي لما قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، لما قال الثيب الزاني إذن البكر الذي يفعل فالقاء البكر الزاني ليس حكمه القتل، ليس حكمه القتل. الثيب الزاني والنفس بالنفس تارك لدينه المفارق للجماعة، يبين وهاء قول من قال إنه يقتل، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا باختصار، واختصرت الباب، ولا ثمة مسائل من مسائل التعزير تأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. بارك الله فيكم. وعليكم.